أين تبدأ حياتنا وأين تنتهي؟ لا نتحدث عن الحياة البيولوجية، فهذه أمرها محسوم، وإنما نتحدث عن الحياة التي تحمل معاني مهمة. إنها تبدأ حين يقرر الإنسان أن يبني نفسه، وتنتهي حين يقرر أن يستسلم لليأس. حلقة اليوم من برنامج ضوء بيننا سترافق إنسانة كانت أكبر من كل التحديات فانتصرت. رافقونا وأحداث حلقة جديدة. بداية كانت وياي والدتي، بس بعدين حصلت ظروف يعني فاضطرت إنه تتركني فترة. بس هاي الفترة كانت يعني جدا عظيمة لي، يعني تعلمت درس إنه كفيف شلون يعتمد على نفسه. بالعكس ما كان بيها صعوبة، بس الصعوبة كانت بالمصادر، يعني هي مقارنة بالقوانين العراقية، فهي هاي شوية بالمصادر. زينة تحمل من الصفات ما هو موجود باسمها، فهي زينة في العقل وقدرة على التفكير والإبداع ولطف في الطباع، ولذلك كانت زينة قدرة لطيف. هذا ملخص ما يمثل شخصية زينة. أول ما يصادفك وربما تكون شيء من الغرابة هو ابتسامها بالهدوء. هذا الهدوء يخفي وراءه تأمل وفكر وعقل ناضج، بدليل ما استطاعت أن تحصل عليه من أعلى الشهادات، وهي الدكتوراه من مصر وقبلها الماجستير والبكالوريوس. وهي الآن مبدعة في عملها، وإن كنت أسأل عن ما يمكن أن تبدع به أكثر هو أنها لو كانت بين الأساتذة التدريسيين في الجامعة بدلا أن تكون مستشارة، وإن كانت ناجحة في الاستشارة القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الإعاقة لا تعني أن يكون الواقع تحت تأثيرها معاقا فعلا، لا تعني نقص القدرة أو شحة الخيارات، إلا إذا يأس هذا الشخص بالفعل من ذاته وتطوير قدرته. وفي المقابل أنها تعني لبعض الناس من أصحاب العزيمة أنها أفق جديد سيكون متاحا من أجل إثبات الذات. هي كلها كانت باي سيرش، بس يعني كلها كتابة تقريبا. اتواصل ويا المشرف فصل بفصل كنت، بس يعني بيها صعوبات شويه. هي ممكن تكون فتره اطول شويه، بس الحمد لله والشكر يعني شلون تعلمت من عند الدرس، وممكن يعني يكون تجربه بغيرهم. يعني اعتماد على النفس بكل معاني الكلمه، ولا احس نفسي يعني فقد نعمه البصر. بعد ان نالت زينه شهاده الدكتوراه في القانون المدني، ما زال طموحها ان تنخرط في التعليم، وهو الأقرب إلى هوى نفسها وإلى الاستفادة من تخصصها الدراسي. عدلت الشهادة بنفس دائرتي، ويعني أنا وظيفتي مشاورة قانونية. زين وين الكتاب بكون مطالعة مدري إيش، بعيد عن اختصاصي كل البعد. هي الآن بالتعليم العالي لا تمارس مهمة التدريس. لو كان بالتدريس كان يكون إبداعها أفضل، لأن تكون قريبة من مجال البحث وتطوير القدرات. لأن مكان الحالي في الاستشارة يمكن حامل البكالوريوس يمكن أن يقوم هذا المقام، لأن الاستشارات القانونية تقوم على قوانين محدودة خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، في حين اختصاصها بالدكتوراه هو القانون المدني. والقانون المدني ربما حينما تدرسه راح الأمور كثيرة تنفتح آفاق أمامها وأمام طلابها، تفيدهم أكثر ويكون لها حافز بأن تطور العمل وتبدع أكثر. طورت زينة قدراتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وصارت تقرأ عبر برامجيات الحاسوب بسلاسة وبالحد الأدنى من الاحتياج الآخرين. هذا تحدي آخر أمامها تجتازه بسهولة.
اجتازته فقط لأنها تمتلك إصرارا نادرا هو الضوء الحقيقي لحركتها في الحياة اليومية. أكو ناس وأكو عن طريق الحاسبة أيضا، حاسبتنا ناطقة فبها كتب تنزل عن طريق الانترنت ممكن أقرأها. هاي الأهمية لأنها حصلت على هذا التخصص وتحملت الصعاب في من أجل هذا التخصص. يكفي أنها ذهبت إلى مصر، وأنتم تعرفون مصر وكثرة المتعلمين وكثرة الطلبة والمنافسة الشديدة بين الطلبة والتغرب عن الأهل وعن البلد، وإن كانت مصر بلدنا، لكن يكفي أنها بقيت مدة من دون أن تكون والدتها اللي ترافقها دائما في حلها وترحالها وين ما تكون، تركتها لا لسبب، لشغل طارئ لا كان لابد لها أن تعود العراق. بقيت زينة وحدها في مصر في هذا الخضام، في هذا الزحام اللي موجود في مصر، بقت واستطاعت أن تكمل ولو كانت المدة ليست بالطويلة، لكن قدرت أن تعتمد على نفسها، وهذا دلالة على الاعتماد على النفس والمبدأ اللي يكون دائما احنا نؤمن به، ونقول لأعضاء المنظمة لتنا ونقول للآخرين لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها. هذا عنوان الشكل أكتبه، المسؤولية المدنية عن عمليات نقل الدم الملوث، وائل أحمد أبو الفتوح العزيزي. رحمة زينة، رحمة من رب العالمين. فيعني تلاقيت أثناء يعني من صارت عمرها تقريبا 6 أشهر بس تبكي، ما خليت الدكاترة. أخيرا قالوا خلينا ود يعني أبوها وأني ودينا للدكتور، قالوا هذا مي أسود نازل بعينها. سوينا 2 عمليات، أثاري هاي الصداع من عينها. سوينا 2 عمليات بعدين صارت عمرها 6 سنين، انقبلت معهد الأمل بتوبتشي لأن المدارس الابتدائية ما ياخذوا، لأن حالتها كيف كفيفة. فإحنا طريقتنا طريقة عادية قراية، هم براي لعدهم شلون أنا أدرسها. رحت قعدت وياها شهر قعدت وياها بالصف إلى أن أنا تعلمت براية. وقفت والدة زينة معها بمثابة ملاك حارس منذ أيام طفولتها الأولى، وهي تعرف أن قدرات ابنتها أو طفلتها لن تنتهي عند فقدان البصر، فعقدت العزم على أن تذلل الصعاب لهذه الطفلة التي كبرت وصارت أستاذة ونالت شهادة الدكتورة في القانون. متفوقة من دخولها المدرسة الابتدائية، كملت الابتدائية بمعهد التوبتشي بمعهد الأمل التوبتشي، انقبلت جت الوزيرية صف أول متوسط ثاني ثالث، وبعدين رابع وخامس سادس انقبلت إعدادية العظمية بالعظمية، بعدين ما شاء الله درجتها 95 انقبلت كلية قانون بغداد جامعة بغداد، ما شاء الله كملت هم تقريبا 85 انقبلت ماجستير جامعة نهرين بالكاظمية، هم تقريبا فوق 80 معدلها، والله راحت لمصر دراسة. قصة اليوم مستمرة وفيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
نالت زينة شهادة الدكتوراه بتفوق في القانون المدني، وتوجت سنوات طويلة من الأمل في النور الحقيقي للحياة، وهي أن تصبح ذات مكانة علمية وأن تحقق أعلى المراتب الدراسية. الآن الدكتورة زينة هي ليست تلك الطفلة التي لا أمل لها في شفاء عينيها، أنها الآن تمتلك الأمل بين يديها، لأن حياتها صارت بالفعل طوع الإصرار الذي تبديه. المسؤولية الطبية بوجه عام ليست بوليد اليوم، بل يرجع في كلامه إلى زمن بعيد، حيث كانت مهنة الطب آنذاك مرتبطة بالكمال البصري والشعبة، ثم تطورت هذه المهنة شيئا فشيئا، فلم يعد لمثل هذه الأمور وجودهم في عمل الأطباء، فأصبح الطب يقوم على معطيات علمية محددة ويستعين بأجهزة وأدوات فنية معقدة. ومما لا شك فيه أن هذه العلوم الطبية الحديثة وبفضل التطورات العلمية والتكنولوجية أصبحت تقدم للإنسانية خدمات متميزة وجديدة. الأبن اليوم بجهاز صغير في حجمه أن يعرف الطبيب حقيقة ويعانيه المريض، لا بل وأضحك هذه الأجهزة بعضاً من هذه الأجهزة ضرورية لإنقاذ حياة المرضى، مثل صمامات القلب وشبكات المعدنية وغيرها. فهذه الوسائل المستحدثة وغيرها مكنت اليوم من القضاء على الكثير من الأمراض الفتاكة التي كانت تعجز عن علاجها. رغم الظروف الصحية إلا أنها أعدت رسالة وبذلت جهدا قيما، جهدا مشكورا. لا نعهده الكثير من الأصحاء، نحن ناقشنا هنا عشرات الرسائل. هذه الرسالة رغم ظروف الباحثة إلا أنها من الرسائل المتميزة، فهي تستحق كل الشكر والتقدير والثناء على هذا الجهد الممتاز الذي بذلته هذه الباحثة في رسالة الدكتوراه وفي مدة وجيزة. نحن في رسائل الدكتوراه عادة لا تقل المدة عن 4 سنوات كحد أدنى، ولكنها في مدة أقل من ذلك لم تتجاوز 3 سنوات. ولك كل الشكر والتقدير والدعاء لك للتوفيق بإذن الله. ما خليت بالنسبة للدول اللي راحت ما حد ما رايح على مود عينها، 5 مرات الإيران، تركيا، مصر، سوريا، هواية هواية، حتى وديتها العمرة وياي الحمد لله. تعيش زينة حياتها بهدوء وتهتم بشؤونها وتقسم وقتها بين القراءة والتحضير للدراسة وبين متابعة أي نشاط قد يروق لها. حياة زينة كالأسوياء بل أكثر استقرارا، فقد تعودت أن تذلل الصعاب التي تواجهها بصلابة وحكمة. قدمت زينة الدفع، قدمت إلها ما يمكن من تدريب على الحاسوب والبرنامج الناطق، ممكن كل ما يكون حاجة لأي أمر آخر ممكن أن تأتي إلى المنظمة، فهي المنظمة منظمتها، وهي قدمت أيضا المنظمة وليس بموسى وما قدمت المنظمة لها. يكفي أنها كانت مثالا للمرأة الكفيفة الناضجة بالعقل الطموحة التي استطاعت أن تحصل على هذه الشهادة العالية. هي يعني كانت تجربة صعبة ومو صعبة، فأخذت بها دراسة الدكتوراه اللي هو تقريبا أنا كنت ثاني كفيفة بالجامعة هذه، واحدة ليبية والثانية أني، والحمد لله والشكر يعني بفضل الوالدة وفضل الهواية ساعدوني بها، الحمد لله والشكر قدرت أتوصل اللي أريده. منظمتنا منظمة برايل لتأهيل، احنا ليس للرعاية. بصراحة انا نرفض كلمة الرعاية، لان الرعاية تدل على العطف والإحسان. ف
فيؤهل الكفيف سواء عندنا أو في معهد مكوفين أو في التأهيل الذاتي يعني للكفيف نفسه. يبقى تأهيل العائلة، يعني أحيانا العائلة إذا كانت مندفعة ومتفهمة واصلة من الثقافة اللي والحافز اللي تخليهم يعينون أبنائهم يبدون يتعلمون طريقة برايل، يتعلمون طريقة التعامل مع الكفيف، طريقة التوجيه والحركة والاعتماد على النفس، فيكونون معين إنه ومعين للكفيف نفسه بتعلمهم وتدريبهم على ما يحتاج الكفيف أو كيف التعامل معه في البيت. يعني العادي مثلا يترك الباب مفتوح على النص، العائلة الكفيف لازم لا تعرف أنه الكفيف إما مغلق تماما أو مفتوح تماما حتى يستطيع أن يستدل على طريقة. هذه تبقى على ثقافة العائلة وثقافتنا إحنا بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني أن نتعامل مع العائلة مثل ما نتعامل مع الشخص الكفيف. اتقنت زينة الكتابة بطريقة برايل وصارت تكتب ملاحظاتها لنفسها وبنفسها وبسرعة تدعو إلى الإعجاب. صارت زينة تكتب مثل أي مبصر يرغب في تدوين النص، فضلاً عن اشتغالها على النصوص الإلكترونية التي خدمتها في دراستها للدكتوراه في مصر. زينة صارت إنسانة أخرى لا يحدد الجسد قدراتها أبداً. أثر الشكلية العلنية غير المباشرة وأثرها على نفاذ العقد. هنيئا لكم بهذه الإنسانة المبدعة التي هي رفعت رأس، وكثير من أمثالها وبعمرها ما وصلوا ولم يحققوا ما حققته زينة من قدرة وكفاءة واحترام وحسن خلق وكل الصفات الطيبة اللي تنوجد بالمرأة المثالية اللي احنا نحتاجها. بالعكس تعبها راحة أكيف فاني. هسا أخذها ثانية هم الحمد لله زهراء مهندسة هسا قدمت ماجستير إن شاء الله. ناشد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في تكملة دراستهم. وناحية ثانية مهمة جدا أيضا حين يشقون طريقهم في الدرس والمثابرة يحصلوا على شهادات وربما شهادات عالية لا يجود المجال في تعيينهم على أن القانون رقم 38 لسنة 2013 يلزم دوائر الدولة والقطاع المختلط بأن يعين 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف الشاغرة. فهذا توجيه فضلاً عن أن ما يخص زينة بالذات أقول أن نقلها إلى الجامعات وللكليات فائدة لها وتطوير شخصيتها وعلمها مع نجاحها في مكانها الحالي. بعد المدونة انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحثة زينة قدر لطيف درجة الدكتوراه في الحكومة بتقدير جيد جدا. بس ينطيها نص متر، ما أريد متر، نص متر بس تشوف دربها باكر عقبه أنا أروح دار حقي.
يعني هي كانت شلون الجندي المجهول الجندي المكلف وياي 24 ساعة من ناحية الدراسة من ناحية الكتابة من توصيل الكلية كلها هي. قصة زينة والإصرار وعقد العزم يجب أن لا تمر على بصرنا بسهولة، لنفهم نحن المبصرون أن فقدان البصر لا يعني باباً أسود مسدوداً، بل إن أمثال زينة هم الضوء الذي يمنح الآخرين أملاً بلا نهاية. كانت هذه حلقة من برنامج ضوء بيننا، ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.